الراجل والخرشي ليا كيف معاك والخرشي الراجل والخرشي شو هو الخرشي؟ مرحبا بكم سلطة عم بلانة حلقة جديدة من برنامجكم بلاك اند وايت البرنامج الأميز الأشهر الأعظم الأكبر ال 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 ذات الطابع الخاص الذي يحتوي على كل البهارات زي ما قلنا أعلى إحصائيات في قناة الـ N بالستخ البرنامج الذي يحتوي على السر في الكمون حلوة لا حلوة لا حلوة حاسب عجبتني لا حاسب عشان عجبتني احنا في التعليم ما عندناش يوم مرحومين ده حقيقي السر في الكمون عشان هو اكثر كمونا برنامج الكمون فالكمون نعم انا عجبني الحوار بتاع الكمون ده عجبني الصراحه ده حقيقي طبعا مش عارف ممكن يكون حد ما اتفرجش بس ما تقولش لحد على حاجه ما تقولش ان مش متابعك يا زميلي تراك بتراك يستحق انه ما يعرفش حد بس خليه كده اهو بس عجبني الموضوع خليه يسأل وينزل يدور ده انا هنشرها في البلد حلو حرفيا هنشرها في البلد لا والله السر الكمون دي حلو جدا اقول له قبل والله صاحب تصدق يلا صاحب يلا ايوه انت طلعت كمون بس انت ما انتش عارف هو يقعد يلف بقى حوالين نفسه ما هوش عارف انا سبيته ولا شكرت فيه ولا ضحكت عليه هو ما يفهمش حاجه ولا تبلته مفيش هو طلع اصلا يعني السر في الكمون ده حقيقي والله ان يعني عارف انت طلع الكمون عشان بيحلل الاكل فبقى اطلقوه بقى في حته غزل كده غزلك كده تمام ده لو انا اقول لك انت مالك يا ابو شاجي حاطط كمون على نفسك ولا ايه لا يعني لا سر جمالك اوعى ايدك بس اوعى ايدك سر جمالك اتكلم بس اوعى ايدك اوعى من سمع منك حاجه لما تشيل ايدك شيل ايدك سر ايدك يا بني ادم يا بني ادم بص انا يكونش سر كمالك في الكمون وعلى رأي مثلا الراجل اللي ملوش كمون ما يسواش أمون احنا بنلزي بس انا عجبتني الحتة بتاعت الكمون دي الصراحة وكنت مبسوط جدا ولاحب بيقرأ الكومنتات كده هتطلع الكمون ده حاجة جميلة جدا زي مثلا عندنا لما بيجي مثلا نقول ايه انت ليه حاجه في حاجه برضه حلوه خلي بالك هقول لك على حاجه هو الكمون في حد ذاته حاجه حلوه يعني مثلا جبنه قريش عاديه حط عليها كمون تبقى قريش قوي في نفسها وزيت وشويه زيت زيتون زيت زيتونه ده تبقى قريش قوي جدا في نفسها يا لهوي ده بروتين الغلابه لا بس فعلا يقول لك مثلا ايه احنا برضه ساعات بنحط حاجات حلوه في البهارات يعني مثلا اقول لك ايه عارف الحياه دي محتاجه بس شويه بهارات وتبقى حلوه معنى البهارات مش معنى اللي هو البهارات اللي في المطبخ يعني لا البهارات اللي هو يعني التحابيش صديقي معنا النهارده مش عارف والله تعالى وليد التونسي وليد التونسي ده بياكد ان هو تونسي تمام وبالتي في بالتي التراك اسمه ديزولي 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 هي كلمه فرنش على فكره ديزولي ديزولي شفت بقى فرنش ازاي ديزولي شفت اما فرنش بقت ازاي ديزولي بس اعتقد هم بيستخدموا ديزولي ديزولي دي يعني ديزولي ديزولي اللي هو اوكي تمام معناها ايه تمام يعني تمام ديزولي يعني تمام ديزولي انا لما تقعد تكلمني كتير كده اقول لك في الاخر بقول لك ايه ديزولي اوكي او اسف بحب اتاسف لك خد بالك برضه دي طلعت سوري دي بصوا يا جماعه اهو ده حلاوه الموضوع شفتوا الكمون ودانا لايه اكسكيوز مو يعني ايه اكسكيوز مو يعني بعد اذنك جيش صح امال ايه كانت ايه كانت اسف يعني كانت ايه بالفرنش هي يعني مش ديزولي لا كان في كلمه تانية احنا عارفينها اللي هو الفرنساوي بتاعنا احنا عارف الفرنساوي المصري الفرنساوي المصري كان في كلمه تانية معناها اسف برضه السير السوف لا ده الياباني المصري انا بكلم على الفرنسي المصري السوف السوف انا السوف في الفوز السوف في الفوز السوف قبل ما ندخل في تفاصيل الدوري كنت عامل سبسكرايب ولا تفعيل الجرس تروح على الانستجرام وتروح على الفيسبوك وتروح على التيك توك وتنسوش قناه دادي شاكر اللي عارف ينزل عليها حلقات ثانيه غير المزيكا ونطلب من اخ دادي ان هو يدخلنا في التفاصيل ايوه يا استاذ جماهير موعد الدخول في التفاصيل بالتي بالتي وليد التونسي
التراك ده اتعمل من ما بين 2014 ل 2018. يا ده كتير قوي من 14 ل 18. طب حتى يا عم من 15 ل 17. ايوه قول لي كده. من 15 ل 17. قول لي كده من 15 ل 17. اه تمام. 6 سنين يعني كام؟ 17 بالظبط. 17. عيب 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 عيب. سمع ناس المزيكا دي كانت ترند في تونس الفتره دي. يلا بينا. كرهنا بعضنا ونسينا الموت ونسينا الموت الزوالي يا ليان ندوسوا برجلينا سكرنا باب الرحمة وعلينا حيوه. عن قوة الصوت نتحدث. صوت شعبي أكتر. يس شعبي. يس شعبي. يس ولكن به نبرة بحة كده عظيمة. عظيمة. زوالي يا ليان ندوسوا برجلينا سكرنا باب الرحمة وعلينا حيوه. لو بالرجلة شفنا منها كان كلام نحي البام البشر تلقى كان الشر. اليوم تمشي بالرجلة يرد وخاف من الأسكام قليل اللي يمشي بكلبه قليل اللي عاشر برشا مكياج سينما وافلام واللي عديتو جنب هو اللي بيك اخضر واللي زديتو بيدك كبر مع الأيام كي تلبتو في شربة قالك ما صبت مطر قالوا حبونا دورنا سبونا واللي حسبتوا اخونا ناوي على الخنونة غبنا احنا سمعنا الفلو ده قبل كده كذا مرة من بلطي قلنا حبونا بس حبو في الاغنية بتاعت يا ليلي ويا ليلا ضايع بالحيوت. انا اغنيت يا ليلي ويا ليلا دي لغاية النهاردة ما سمعتهاش بدمك هتهزرش يا اخي والله ما سمعتها يا اخي والله عيب والله العظيم مع احترامي الكامل لبلطي كانت اكتر اغنية بس مستفز منها في حياتي عشان بتتشغل كتير. ايه عشان بتشتغل كتير. لا عشان يعني زمان لا اصل انا هقول لك انا هقول افهمك الاغاني لما بتتنشر جامد انت بتزهق لا انا هقعد اسمعها في كل بس مش سامعها الاطفال كلهم عندنا في العيله كانوا بيغنوها فتلاقي عيل صغير يا لي وكان بيغنيها زي الطفل انت فاهم فان هو لا بي يا لي مش طفل يا ابني يا لي لا انا كنت بتخيلها بقى اغنيه من عارف انت الاغاني اللي هي بتاعت طيور الجنه ايوه كنت بحسبها اصلا الاغنيه دي يا راجل بس عشان كده يعني انا في مره اختي كانت يعني ابنها بيغنيها قلت لها ما تسمعيش ابنك الاغاني دي انت متخيل يا ابني دي اغنيه قاتله والله العظيم قاتله قاتله انت بتتكلم ازاي يا نهار ابيض اغنيه حرفيا والله رهيب لعلمك انا من الناس اللي هو لما بسمع حاجه بتتردد كتير حواليا بقلق اسمع هي يعني مش بقلق اسمع اللي هو ايه لا انا مش هخش انا مش هخش معاكم في القطيع فاهم اللي هو كده تمام بس الاغنيه دي حرفيا للاسف كانت من الحاجات اللي بتتردد كتير جدا حواليا بس ما قدرتش يعني ما قدرتش اغنيه حلوه اغنيه حلوه انا بقول لك انا ورا سمعتها من ابن اختي فعلا والله العظيم سمعتها من ابن اختي بيغنيها رحت قايل لاختي ما تخليش ابنك يسمع الاغاني دي ليه يا حرفيا كده اوردر قلت لا ما تخليش ابنك يسمع الاغاني ليه دي يا ابني دي حتى حموده كان مغني حته حلوه جدا والله العظيم يا ابني انت شفت تخيل الاغنيه دي كنت يعني حرفيا كنت واصل مرحله ان انا بكرهها مش عارف يعني انا اسف جدا ان انا بقول كده ده انا هسمعها لك المره الجايه والله لغايه النهارده ما سمعتهاش جماعه نعمل بلطي يا ليلي يا ليلي ويا ليلا التراك الجاي عشان خاطر عيون الاخ شاج بجد وانت سمعتها كتير انا الدنا مش سمعتك اسمعها لك لا خلاص ماشي وبيدك كبر مع الايام كتلبتوا في شربه قالك ما صبت مطر قالوا حبونا دورنا سبونا واللي حسبتوا اخونا ناوي على الخنونة غبنا قرضونا قصف في لسانه يحبوا كان اسمع معلش افهم في شربه قالك ما صبت مطر قالوا حبونا دورنا سبونا واللي حسبتوا اخونا ناوي على الخنونة غبنا قرضونا قصف في لسانه يحبوا كان انتونا تدوان كيف ما دوانوا مع الايام يبانوا والرجل والخرشي اللي هي كيف معاك والخرشي الرجل والخرشي شو هو الخرشي وات ذا مينينج اوف خرشي الراجل والخرشي دي ممكن اقول لك زي عندنا برضو حاجه بتبدا بحرف الخاء بس ما ينفعش نقولها عكس الراجل يعني ما هي ممكن تبقى شبه يا خراشي بتاعت بس احنا بس محتاجين نعرف يا خراشي بتاعتنا اصلا معناها ايه انا
ما هي خراشي دي اصلا يا خراشي مفيش كلمه اسمها خراشي ما هو مفيش اه بس اختراع يعني جايه من يا خرابي يا خرابي يا خرابي بقت يا خراشي بقت يا خراشي حلو يبقى يا خراشي الخراشي ممكن يبقى البيبي خرابي الايه البيبي انا مش عارف انت بتشغل دماغك في يعني بجد والله يعني انت بتشغل يعني انت واصل لمرحله ان الناس بدات تقول انت بتشربوا حاجه قبل ما تصوروا يعني ليه يعني ليه نوصل لمرحله انا نكذب يا زميلي ما احناش شاربين احنا شاربين والله بجد ليه تخلي شاربين والله شفت بروتين بروتين والله شفت كومنت والله كان على تراك مغربي فديك دول العزوه دول اللي مننا وعلينا والله دول من العزوه دول ما. ايه اللي جاب دل ده ما 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 مش كلام صحيح يعني الراجل والخراش انا متاكد انها لها علاقه بالبيبي ماشي بس انا قسمت الكلمه على اتنين على زوز في الخ... ايه الاولانيه دي وصل وشي شي دي ممكن تكون عايده على تكون الجمع الشخص لا تكون الجمع الجمع بتاعها ايوه ما انا حد صح ما ادخل معاك بقى صح 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 تستف عنه كل الكل اللي في ما يثمرش قلبه بيكي فوق وصحاف العسل الراجل الراجل والجمل الجمل يسوني يعني الميمة منهم عقلي ما بطاله يمعدي يعني الميمة اصحاب الرجل ما يسوني يعني الميمة منهم عقلي ما بطاله يمعدي يعني الميمة اصحاب الرجل ما زالوا اللي ماشي بي في غياب ويولي غافل ما هوش فهيم ما هوش فهيم ليهم الدنيا ولا رد واخديع هنا مع احترامي والله الاغنية سيبك يعني بعيد عن الاغنية تمام ليه الفيديو كليب كده يعني تخيل انت واحد مسكته بالطبنجة فقررت بعدها انك تلعب معه ملاكمة يعني في حد بيروح يقتل حد يلعب ملاكمة يعني بيديله فرصة نكون واقعي بيديله فرصة بيديله فرصة يدافع عن نفسه يعني ايه مش فاهم يعني بيديله فرصه انه يدافع عن ما تقتله وتخلص ما اصل الموضوع ده دايما مستفز في الافلام برضو اللي هو يمسك المسدس ويقول له انت عارف انا هقتلك ليه ونخلص الفيلم على كده علشان كذا 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 ونخلص الفيلم على كده واحد جه ضربه ما تضرب امه سؤال ونخلص الفيلم على كده ما انت دافع فلوس عشان ايه الوقت ده مستفز جدا يعني والله يعني ايه القدر راح يضربه بالنار وفجاه قرر انه يلعب معاه ملاكمه عادي انت بتهزر انت بتهزر يا ابني خش لي راجل لراجل يعني يا ابوي واللي غافل ما هوش فهيم ما هوش فهيم ليهم الدنيا ولا رد واخديع اللي ما يتعيه وهمي واللي قديم موتا ما يكومو لاصحاب ما يدومو وقليل الاصل يا حما ما تلومو ما يغلش السومو وجوم بلاكا بلاد وساكا تعشق الهفاقة بلاكستاكا هي كفيتي لا 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 ده الفلو ده حرفيا الفلو تيبيكال بتاع يا ليلي ويا ليلا اعتقد ان ده معمول بعد نجاح يا ليلي ويا ليلا او قبلي لا ما اعتقدش وقليل الاصل يا حما ما تلومه ما يغلش السومه وجوم بلاكا بلاد وساكا تعشق الهفاقة بلاد استاكا هي كفي تيح واللي شد تريقه يسمع كان مبيح بلاد الريح ميحي مع الرياح يحبوك جروما تدور بالكحكح واسماني وري ليا ما تقري نعيش راجل ما انتبعش ذري حبوك تعيش بري سولو سولو منهم تبري يبكي يا فرحولو والريح يعري والمتخب يبان واللي يحب يجري ما يمشيش حافيان واللي ناوي على شري دنيا ما فيها شمان لا صحبة لو خيان في لمان في لمان بيزوني يا لميمة منهم عقلي ما بقالوا بمانكري يا لميمة اصحاب الرجل ما زالوا بيزوني بلكي ديزولي يا ولي منهم عقلي بقالوا ايه يا سيدي بمانكري اصحاب الرجل ما زالوا اصحاب الرجل ما زالوا اخر 30 ثانية في التراك هم احسن 30 ثانية في التراك يعني مش عارف ليه ما عملوش كده ليه الموسيقى دي مش موجوده من الاول المزيكا دي انا كنت فضلت مضروب بيها فتره طويله والله اللي هي المزيكا الاسباني دي الميمة بص الريتم بتاع البيت دين دين لو كنت بتسمع داد يانكي ايوه اظن عمر ده كان تراكات داد يانكي كلها كده اظن عمر والله العظيم ايوه اظن عمر الواحد كان مضروب فتره طويله فعلا ده كان لاتيني مش اسباني
انا ما اعرفش مصدرها ايه، بس انا كنت بسمعها في التراكات، كنت بسمع دادي يانكي كتير، كنت بسمعها في 3 ارباع التراكات. ايوه كان دادي يانكي وكان دان عمر برضه في الفتره، فحسيت ان هو ممكن تكون. بس الكلام ده بتتكلم في 2005 و2004 و2006. لا 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 و2010 و2011. لا دي فضل دان عمر كان حلوين المزيكا دي، خد بالك. البيت ده فضل قاعد حبه جامدين. لا بس عجبني هنا البركشن اللي حطوه هنا والمزيكا اللي في الاخر عجبتني، مش عارف ليه ما عملوهاش من الاول. منهم عقل امام في الامام ديزوني لما يمام، منهم عقل ما بقالوا ايمان جري لما يمام، اصحاب الرجل ما زالوا ديزوني بلطي ديزوني وليد، منهم عقل ما بقالوا ايمان جري اصحاب الرجل ما زالوا ديزوني. ديزولي يا زميلي، ديزولي 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 حرفيا ديزولي. انا رايي ما رايي قلته قبل كده في النوعيه دي من الموسيقى مش محبذه بالنسبه لي. انا عجبني اخر جزء ده لو كان بادئ من الاول، لان فيه شويه بركشن كده في الخلفيه وفي المزيكا الشرقي دي كانت هتطعم. انا استاذ وليد صوته عجبني، هو صوته حلو بس انا بتكلم على مزيكا وشايف ان محتاج ان احنا نسمعه في اغاني بتاعته لوحده، نسمع لانه حقيقي. لا في حاجه في حاجه جامده جدا، صوته شعبي حلو صراحه، جامده جدا ده حقيقي. ايش يا جدعان، دي سيز كانت حلقه النهارده من برنامجكم المفضل بلاك اند وايت. كان معكم ستار دادي شاغي سلام.